السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام. دخلت مستشفى الأمراض العقلية وتزوجت سرا 17 عام، وأصيبت الفنانة الكوميدية نجوى سالم باكتئاب نفسي بعد وفاة والدتها، وتلقت العلاج بمستشفى الأمراض العقلية. وخلال تلك الفترة سندها الأستاذ عبد الفتاح البارودي الناقد الصحفي في جريدة الأخبار. وقبل وفاتها بيوم واحد في مستشفى السلام الدولي، عانت نجوى سالم من حالة صحية متأزمة، وكان برفقتها الأستاذ عبد الفتاح البارودي خلال رحلتها المرضية، وما لم يكن معروفا وقتها إنه كان زوجها. وعرضت نجوى سالم عليه الزواج سنة 1970، ووافق على الفور لأنه كان معجب بيها وكان بيساندها في الفترة اللي كانت اكتئبت فيها نفسيا. وبالفعل تم الزواج، بس زواج عرفي، واشترط عليها إنه يحفظ ده سر عن الجميع ويكون الجواز سرا. ولم يكشف الزوج بعد وفاتها أسباب رغبة الفنانة المصرية في كون الزواج يكون سرا، ولكنه أكد أن تلك كانت رغبتها الشخصية التي لم يعترض عليها طوال حياته الزوجية. ولكن حزنه الشديد على فراقها كشف كل شيء وأعلن بعد وفاتها زواجهم. هي من مواليد 17 نوفمبر 1925، واسمها الأصلي مينات شالوم. كانت ممثلة مصرية ابتدت حياتها في المسرح مع فرقة نجيب الريحاني، ومن أشهر أدوارها اللي عملتها دور بنت كوهين في مسرحية حسن ومرقص وكوهين. وكانت من أصل يهودي ومن أب لبناني وأمها أسبانية يهودية، وبعدين أعلنت إسلامها سنة 1960 بعد ما اليهود مشيوا من مصر، واتجوزت الناقد الصحفي زي ما احنا ما قلنا عبد الفتاح البارودي سرا لمدة 17 سنة. وكرمها الرئيس أنور السادات وإداها شهادة تقدير وأمر بصرف معاش استثنائي ليها لحد ما ماتت سنة 1988، وحسب وصيتها تدفن في القاهرة في حي البساتين. وهي الفنانة الوحيدة اللي أخذت الدرع الجهاد المقدس على دورها الوطني في حرب الاستنزاف، وتعتبر هي الفنانة الوحيدة اللي حضرت جنازة الفنان عبد الفتاح القصري في 6 مارس 1964.